في عام 2002 أنشأت شركة بيتي لمنتجات الألبان والعصائر بمنطقة النوبارية على مساحة تبلغ 48 فدان لتكون بالقرب من أكبر وأجود موردي الألبان. وفي عام 2009 تم إنشاء الشركة الدولية للألبان والعصائر بمساهمة شركتي المراعي وبيبسيكو، وبهدف النمو في سوق الألبان والعصائر في أفريقيا وأسيا والشرق الأوسط. وكانت من أولى خطواتها الاستحواذ على شركة بيتي لما تتمتع به من سمعة متميزة في السوق المصري واستعداد عالي للنمو، فضخت فيها استثمارات ضخمة لتنميتها لتكون إحدى الشركات الرائدة في السوق المصرية، حيث بلغت مساحتها الكلية 235 فدان، تم تخصيص 140 فدان لإنشاء مزرعة للأبقار، وتعدى حجم الاستثمارات المخططة إلى 80 مليون دولار، تنوعت ما بين خطوط إنتاج جديدة، سيارات توزيع وبيع، ومخازن مجهزة بالإضافة إلى المزرعة. في عام 2012 وصل عدد العاملين بالشركة وإداراتها المختلفة إلى 2000 موظف، منهم 700 عامل ومهندس بالمصنع، وبهذا تكون الشركة واحدة من أكبر شركات منتجات الألبان والعصائر في مصر والأسرع نمواً. وتتميز شركة بيتي بالطاقة الإنتاجية اليومية الهائلة والتي تقدر بحوالي 400 طن يومياً من منتجات الألبان والعصائر. يصل اللبن الخام يومياً من أجود المزارع الموجودة في مصر، ويتم أخذ عينات منه قبل الموافقة عليه واستلامه في منطقة الاستلام، وتعتبر خطوة اختيار المزارع التي تتعامل مع الشركة من أهم الخطوات، والتي تخضع لمعايير دقيقة ومرتفعة من حيث الجودة، حيث يجب التأكد من صحة الأبقار في هذه المزارع وتغذيتها بأفضل أنواع التغذية المعتمدة. ولأن الجودة هي المعيار الأساسي لمنتجاتنا، فإنه يتم التحكم في جميع خطوات الإنتاج عن طريق غرفة التحكم المركزية، ويمر اللبن الخام بعدة خطوات: عملية المعالجة الحرارية، ويتم فيها رفع درجة حرارة المنتج لفترة زمنية قصيرة، ثم يتم التخفيض السريع للحرارة، وذلك لقتل جميع الميكروبات مع الحفاظ على خواص المنتج الأساسية وطعمه دون تغيير. بعد هذه المرحلة يتم فصل اللبن إلى أنواعه المختلفة مثل منزوع الدسم أو كامل الدسم، ثم تتم تعبئة الألبان حسب نوعه ونوع العبوة الخاصة به، وكذلك يتم فصل الكميات التي يتم بها تصنيع الزبادي، فينتقل اللبن المبستر إلى قسم تعبئة الزبادي ليتم تصنيفه وإضافة الخمائر الخاصة به، ثم يتم تخميره في حضانات خاصة بذلك للوصول به إلى درجة النضج المطلوبة. كما تقوم شركة بيتي بتصنيع معظم العبوات البلاستيك الخاصة التي تستخدم للزبادي والألبان بقسم منفصل داخل المصنع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف عبوة باليوم الواحد للألبان و260 ألف عبوة للزبادي. تمت إضافة خطوط إنتاج العصير لشركة بيتي عام 2006 محققة أعلى معدلات النمو في السوق المصري في خلال 5 سنوات، لتحتل المركز الثالث محلياً في إنتاج العصير. تعتمد بيتي في إنتاج العصير على أفضل منتجي الفاكهة محلياً وعالمياً للوصول إلى الذوق المصري المتميز. وللتأكد من سلامة كل خطوة من عمليات الإنتاج التي ذكرت، فإن كل هذه المراحل مراقبة من قبل المعامل الموجودة بالشركة والمجهزة بأحدث الأجهزة المعملية، ولا ينتقل المنتج من خطوة إلى أخرى إلا بعد موافقة المعمل عليه. كذلك يتم أخذ عينات من كل تشغيلة إنتاج والاحتفاظ بها طوال مدة صلاحية المنتج، وذلك للرجوع إليها في حالة وجود أي شكوى من العملاء أو الاحتياج إلى تحليلها لاحقاً لإجراء بعض التجارب. بعد ذلك يتم نقل المنتجات التامة إلى مخازن معزولة بطاقة تخزين تصل إلى 4000 طن لكل من الألبان والعصائر أو المنتجات المبردة مثل الزبادي واللبن الرايب. تصل طاقة التخزين إلى 200 طن بمخازن مبردة بدرجة 5 درجة مئوية. أما النقل والتوزيع فيتم من جميع مخازن الشركة إلى نقاط البيع بسيارات مجهزة ومبردة. وكما نحرص على تقديم منتجات ذات جودة عالية، نحرص أيضاً على ربط أبناء العاملين وأسرهم بالمكان الذي يعملون فيه، وذلك بتقديم الدعوة لهم دائماً بالتواجد في احتفاليات عائلية في المناسبات كلما أمكن ذلك، للتأكيد بأن المصنع هو الامتداد العائلي للعاملين.